إيهاب جلال المرشح الأول لتدريب المنتخب، تعرف هو بيدرب نادي إيه دلوقتي؟ درب نادي المصري. طبعًا نادي المصري طبعًا. المصري. بيدرب المصري. كان بيدرب نادي المصري. المصري، نادي المصري. شايف إن هو يصلح فعلًا لتدريب المنتخب؟ تمام، هو راجل خبرة ومصري ومدرب وطني. والله هو خلى الفريق كويس يعني وبيلعب حلو في افريقيا وكان ماشي في الدوري، خد المركز الرابع. هو اتحسن اداء المصري مع ايهاب جلال، بس المنتخب عاوز حسام حسن. المنتخب تقيل عليه، كبير يعني، في احسن منه حسام حسن. وايهاب جلال راجل يعني اداري صح، بس المشكله مش في المشكله ان انت تدي حافز للعيب هيخليه احسن، بس هو الامكانيات بتاعته ماشي، بس ما فيش امكانيات في اتحاد الكره بتاعنا. هو مدرب كويس جدا، اثبت من خلال فتره اللي قضاها مع المقاصه ان هو مدرب كويس، بس انا شايف فيه اسامي يعني تستاهل اكتر، يعني انا شايف حسام البدري اكتر واحد مناسب لتدريب منتخب مصر. ويا ريت والله يمسكوا يعني ايهاب جلال او حسام حسن. انا افضل ليا ان انا ياخد حسام البدري افضل عشان يتدرب تحديد مدربين كبار.